خطاب اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. عرف كريان الغول بظهر المهرات بمدينة فاس اليوم الخميس وقوع حالة فوضى بعد العثور على شاب جثة هامدة نتيجة وفاته خلال قيام السلطات بهدم أحد المنازل في إطار عملها الخاص بهدم المنازل العشوائية. الساكنة أحاطت بجثة الشاب البالغ من العمر قيد حياته 48 سنة والحاصل على الإجازة في العلوم الرياضية من جامعة محمد بن عبد الله، ومنعت السلطات والوقاية المدنية من نقلها إلى مستودع الأموات. انتبهوا كان هنايا عائلته عائله نقيه مزيان، مسكين مات امه هو وخوه توام، ما بقاش في عقله هو هذاك عايش في هذه البويته، كلشي الحومه كتعطيه ياكل، قاري ما كيأدي حتى شي واحد، كيدخل في العشره ينعس، دخل حنا ما علموناش، جاو في الصباح جات الرضيف طفات علينا الضو، الفجر كلشي الضو مطفي، طفاو علينا الضو كنغوتو، الباشا كان معانا لهي، قلنا له سير عادة الباشا راه السيد في البيت، خرج ورجع قال لنا ما كاين حتى واحد، قال لك دينا الخيرية، ها الخيرية فين داوه؟ وواحد المرأة كبيرة أنا نعيط لكم عليها رزقها كلها مشات تحت الأنقاض، ها هي هنايا. طيحوا علينا الضو، شدوا قطعوا علينا الماء، بغيت نجمع بين من جمع فسلس، بوحدي ما عندي لا ولادي لا والو، إيش راهو الجيران ديال الحومة باش يخرجوا لي أسلس. ما عندي مشي. مشيت عند الايده والباشا وشنو ما عدلو قتلو اسيدي حوايجي كلشي داخل الكسيبه ديالي البال فوقانيه كلشي رزقي قال لك اش كاين لا 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 انا مش خرجوا خرجوا ما خرج اللي خرجوا لي مهرس بقى لي كلشي داخل طيحوا لي على الفلوس ديالي طيحوا لي الحوايج ديالي طيحوا لي هاد الجلاب الجلاب اللي عليا مولاتها هي هذه عطاتني الجلاب هي ما علمونا ما حتى شي حاجه وحنا ساكنين من عهد اللي مات سيدي محمد الخامس بست شهور جينا لهنا من وجده وعملوا لنا الدكاكه حقنا عند الله ودابا ما يضحكوا علينا مشي للعماله طلع للدائره مشي لهنا ما كاين حتى حاجه ما خلاو لنا حوايجنا والدراري صغارين والشتاء وعلمونا حتى للاربعه وفي الخمسة الصباح كانوا دهر مهرز مطوقين تقول احنا فلسطين. الهالك كان كيعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة والديه بحيث قرر العيش وحيدا بالمنزل اللي قامت السلطات بهدمه وهو نائم بداخله نظرا لعدم علمها بتواجده بها. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.